السلام عليكم. بعض الناس تختزل دائما ردود أفعالها تجاه المواقف والنقاشات المختلفة بالزعل، بل ويصبح الزعل هو ردة فعلهم الوحيدة تجاه أتفه المواقف، بل وبعضهم يلجأ إلى الزعل حتى يجعل من أمامه يلهث لمعرفة احتياجاته بدلا من أن يطلبها هو بشكل واضح ومباشر، والبعض يفتعل الزعل كي لا يعترف بخطأ ارتكبه. الأغرب من ذلك من يصطنع الزعل حتى يحاول المحيطين به استرضاءه ليشعر بقيمته وأهميته وأن من حوله لا يقدرون على زعله. هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى إعادة نظر لهذه الطريقة التي يتعاملون به، لأن أسوأ الناس هم من يجيدون فتح ملف الزعل ولا يجيدون إغلاقه. المدد الطويلة لهذه الحالات من الزعل والهجر والاستمرار على هذا النهج لفترات طويلة قد يفقدهم أعز وأقرب الناس لديه. حجموا الزعل إلى حدوده الدنيا في حياتكم، ولا تزعلوا إلا لأسباب حقيقية، وفور انتهاء أي زعل احرقوا جميع الصفحات السوداء، وإياكم وتخزين هذه الصفحات في ملف تعيدون فتحه مرة أخرى مع كل حالة زعل جديدة، لأن صبر من حولكم إن طال سينفد، والحياة لا تتوقف على أحد. تجنبوا الزعل المستمر على أتفه المواقف والأسباب حتى لا تندموا لاحقاً على خسارة أجمل علاقاتكم وأعز أحبائكم. والله يحفظكم ويحفظ غيركم.